بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. إخواني أخواتي متتبعي قناة محترفي رباح الويب، مرحبا بكم من جديد. إخواني أخواتي، وكما شرحنا في الدرس السابق ونبقى في دورة الفريلانس والربح من منصة فايفر، شرحنا في الدرس السابق مقدمة عن موقع فايفر، الهدف من تأسيسه والهدف من العمل فيه. يعتبر كمنصة للأعمال الصغرى التي تدر عليك المال ابتداء من $5 إلى 100 أو 200 أو 300 دولار حسب الخدمة التي تضعها أنت في موقع فايفر. ننتقل الآن إخواني أخواتي إلى البلاتفورم أو الموقع الخاص بفايفر. كما لاحظتم إخواني أخواتي، اليوم سوف نقوم بإعداد البروفايل الخاص بك، يعني فتح حساب بائع وليس مشتري في فايفر، ثم نقوم بإعداد البروفايل الخاص بك. كما سبق وشرحت لكم إخواني أخواتي، بالنسبة للبروفايل الخاص بك هو يعتبر المرآة الحقيقية التي تعطي انطباعا للمشتري على أنك جدي ومؤهل للقيام بالمهمة التي سوف يوكل إليك. من لم يفهم جيدا، ما عليك إلا مشاهدة الدرس السابق. أول شيء إخواني أخواتي، سوف نقوم باتجاه مباشرة إلى جوان، ثم ننتقل إلى Enter Your Email. يمكنك إدخال إيميل خاص بك أو انتقال مباشرة إلى Continue as your profile Facebook. سوف أقوم يعني بإدخال أو أقوم باختيار Continue with Google أو اختيار الجيميل الخاص بك. مثلا أقوم باختيار Marketplace Authorize، أقوم يعني بتغيير الاسم. قمت مثلا باختيار برو ديزاين، ويجب عليك دائما إضافة أرقام لكي يتم قبول الاسم أو الاسم الذي سوف يظهر في الواجهة في البروفايل الخاص بي. ثم أقوم بجوان، بعد أن أقوم بإدخال الإيميل الخاص بي ثم الضغط على جوان، ثم أقوم بالانتظار. Your account has been created، يعني الحساب الخاص بك تم إنشاؤه. سوف ننتقل مباشرة إلى Become Seller لكي يعتبر حسابك بأنه حساب بائع وليس حساب يعني مشتري. Become Seller، ثم نقوم يعني Learn what making successfully profile، create your seller profile، publish your gig. كما سبق وذكرت لكم بأن مصطلح gig هو مصطلح يعني الخدمة التي سوف تقدمها. create a gig of the service your offering and start selling instantly، يعني تقديم الخدمة بعد أن تقوم بتعديل الخدمات الخاصة بك يتم نشرها مباشرة. كما سبق وذكرت لكم بأن موقع فيفر هو مثله مثل موقع إيباي أو موقع أمازون أو المواقع الأخرى. الفرق هنا في بيع الخدمات عكس إيباي أو المنصات الأخرى، فهي تقوم ببيع البرودكت. هنا البرودكت يساوي الخدمة مباشرة التي هي جيك. سوف نقوم بالضغط على كونتيني ثم كونتيني ثم كونتيني. هنا نأتي إلى ملء البروفايل الخاص بك. كما سبق وشرحت لكم إخواني أخواتي بأن البروفايل الخاص بك في منصة فايفر يعتبر المرآة الحقيقية التي يشاهدها أي شخص يريد شراء يعني خدمة من الحساب الخاص بك في فايفر. يجب أن تكون المعلومات الشخصية حقيقية، وكذلك بالنسبة للبروفايل بيكتوري بروفايل الخاص بك يجب أن تكون يعني ذات طابع شخصي واقعي، يعني لا تقوم بتحميل أي صورة من جوجل أو شيء، يجب أن تكون صورة حقيقية لك وذات طابع يعني احترافي وشخصي، ولا تكون يعني فلو، تكون صافية الرؤية. كذلك سوف أقوم يعني بوضع الاسم والنسب، أقوم يعني بوضع الصورة هنا فقط لأن الشرح اليوم هو في هذا الحساب هو للشرح فقط، فأنني وضعت كاريكاتور هنا كما تلاحظون، يعني صورة كاريكاتورية هنا. ثم نأتي مباشرة إلى الديسكريبشن الخاص بك. هنا إخواني أخواتي، قبل كتابة الديسكريبشن الخاص بك ليس هناك مشكل أن تقوم بتفقد موقع فايفر أو منصة فايفر ومعرفة ماذا تريد، ما هي الإمكانيات التي
سوف أو الإمكانيات التي تملكها وتمكنك من مساعدة الآخرين. كما سبق وذكرت لكم، كل شخص لديه إمكانية يملكها ويستطيع بذلك مساعدة الآخرين مقابل أجر معين. هناك في الأعلى لدينا هنا جرافيك اند ديزاين، ديجيتال ماركتينج، والرايت اند ترانزليشن، فيديو اند انيميشن، ميوزيك اوديو، ثم بروجرام اند تكنولوجي، بيزنس، ليف ستايل، ثم جامينج. يعني هل لديك إمكانية او في مساعدة الآخرين انطلاقا من جرافيك اند ديزاين اند ديجيتال نتورك اند فيديو انيميشن؟ نصيحة بأن جرافيك اند ديزاين وفيديو انيميشن وديجيتال ماركتينج هما ذات المراتب. من خلال تجربتي ذات المراتب الأولى في موقع فايفر، سوف يعني نقوم مثلا باختيار لوجو ديزاين، ثم نقوم مثلا باختيار جرافيك اند ستريم، ثم انفوغرافي ديزاين، ثم الذهاب الى فيديو انيميشن، ثم اختيار لوجو انيميشن اوت، ثم نكتفي بهذا فقط. نقوم مثلا هنا بمشاهدة، هنا تظهر لنا المبيعات التي تم بيعها. فمثلا لو نقوم باختيار ديليفري ايتم اكسبيرين 24 اور، سوف نقوم ب لوجو ديزاين، نقوم مثلا يعني باختيار لدينا هنا توب ريد سيلر يعني توب ريد سيلر. نقوم مثلا باختيار هذا الشخص، او نقوم باختيار هذا الشخص، نقوم مثلا بالذهاب الى هذا الشخص كذلك. نكتفي بهذا. كما تلاحظون إخوان أخواتي، هنا الديسكريبشن الخاص به: My name is Abashi Besid, loving pet, graphic and design is my passion, I complete my baccalaureate. كما تلاحظون يمكنك أخذ يعني أو نسخ، ليس بنسخ، وتغيير الديسكريبشن الخاص بهذا الشخص وإضافته إلى الديسكريبشن الخاص بك، أو يمكنك كذلك يعني أخذ خليط بين الديسكريبشن لدينا. Hello, my name is Darshak, but I love to be killed said I am creative graphic artist to passion. بعد أن تقوم يعني بصياغة الديسكريبشن الخاص بك، مثلا هنا Hello Fever, I am thematic graphic design, yes according to your expectation and desert you can get your logo, business card, book cover, banner, letter heads, label, package and much more from is thank you. بعد ان تقوم يعني بوضع الديسكريبشن الخاص بك، ننتقل مباشرة الى اللانجويج التي تتقنها، يعني اللغات التي تتقنها. اترك هنا يعني بار ديفو لدينا هنا انجلش بازيك، ثم اد فرنش بازيك، ثم عربيك، عرب بازيك، ثم ننتقل الى كونتيني. بروفيشنال انفو، المهارات او سكيلز التي تتقنها. يور اكيبيجن، لدينا هنا يعني المهارات او المهنة التي سوف تشتغل عليها، يعني المجال الذي سوف تقوم بالاشتغال عليه. مثلا هنا لدينا جرافيك اند ديزاين، اقوم بالضغط على اللوجو، لوجو ديزاين، بانر ادز. انا فقط اعطيك يعني فكره، ولكن انت يعني حسب المهاره التي لديك. يعني وان لم تكن لديك مهاره، فاظن ان اللوجو ديزاين او البانر ادز يعني شيء يمكنك ان تتقنه يعني في ظروف وجيزه. فمثلا الجميع يعرف يعني العمل في الفوتوشوب، واللوجو ديزاين يعني يعتمد فقط على الفوتوشوب، عكس الانترو فيديو اللوجو انترو انيميشن يحتاج الى الافتر افكت. سوف نقوم يعني بالضغط على السوشيال ميديا ديزاين، ثم كاركتر موديلينج، انفوجرافي ديزاين،
ثم نقوم بالاختيار from، يعني من ما هي المدة مثلا من سنة 2015 إلى سنة 2019، ثم add new، ثم قوم باختيار مثلا لدينا هنا video animation، ثم لدينا logo animation، ثم الانترو. انترو اين هي؟ فيديو شورت، فيديو انترو اند اذر ما تلاحظون هنا. ثم قوم بالاختيار مثلا كذلك من 2014 الى سنة 2019. لدينا هنا add scale، مثلا هنا تقوم بكتابة يعني الاكسبيريونس التي تملكها او الشهادات. هنا سوف اقوم بوضع سأقوم بتحديد اول سكيل لدينا هنا لوجو مثلا لوجو ديزاين اكسبير اد، ثم اقوم مثلا باضافة سيجيسيون، لدينا هنا جرافيك ديزاين، ثم اقوم مثلا هنا باضافة اكسبير اد، ثم اد نيو، لدينا هنا انترو فيديو، ثم اكسبير، لدينا انترو يوتيوب اكسبير اد، ثم لدينا فيديو ماركتينج، ثم اكسبير. ويمكنك إضافة يعني جميع الأشياء التي متأكد بأنك يعني تتقنها. هنا الإديكيشن لدينا، ثم يعني المستوى الدراسي لديك، أول شيء كونتر أوف كوليج أنيفرسيتي، تقوم بإضافة يعني الإديكيشن يعني المستوى الدراسي لديك، ثم السيرتيفيكا مثلا سيرتيفيكا اوفيس او سيرتيفيكا، ثم تقوم باضافتها يعني حسب السيرتيفيكا التي لديك. مثلا لو كنت يعني من المتخرجين من المعهد، يمكنك اضافة المعهد الذي درست به، وكذلك يمكنك اضافة يعني الشعبة. ثم بروفيشنال ويب سايت، ان كان لديك ويب سايت بروفيشنال، ثم الضغط على كونتيني. هنا اخواني اخواتي يمكنك اضافة حساب السوشيال ميديا الخاص بك، إن كان لديك حساب سوشيال ميديا خاص بك، من الأحسن إضافة حساباتكم الرسمية هنا لكي يكون هناك يعني علاقة تواصل بينك وبين الزبائن لديك في الخدمات التي تقوم بتقديمها، ثم الضغط على كونتيني. استسمح add phone number، قم بإضافة الرقم الهاتف لديك، بعد أن أقوم بإدخال الرقم الهاتف من أجل الفيريفيكاسيون يأتيني يعني أرقام، أقوم بكتابة الأرقام submit code your phone number was verification successfully thank you okay question what your name your elementary school your name your first put cut finish your phone number was 50 thank you okay finish all done your profile complete only يعني تمت العملية بنجاح ثم finish. هنا اخواني اخواتي سوف نقوم بإضافة اول جيج لدينا. بعد الانتقال الى هذه المرحلة، هي مرحلة اول جيج لديك او اول خدمة لديك، سوف ننتقل مباشرة الى ماي بروفايل قبل ان نقوم بادخال اول جيج لدينا. كما تلاحظون هنا يسألنا ويش اوبسيون بيس ديسكريب يور اي ام وان از بزنس اي ام فريلانس، سوف اضغط اي ام فريلانس. ويش اندستري يور دور ورك بليس بزنس اي ام ادفيرسيتي ماركتينج اند بير، ثم save change، ثم قوم يعني my profile. بعد ذلك اخواني اخواتي اقوم باعطاء تعريف مصغر عن الشخصية الخاصة بي،
التي تظهر مباشرة أسفل الصورة وأسفل الاسم الخاص بالبروفايل الخاص بك. مثلا هنا بيست جرافيك ديزاينر، يعني أحسن مصممي الجرافيك، يعني تعريف مختصر عن عملي وشخصيتي. إخواني أخواتي، كما تلاحظون البروفيل الآن أصبح جاهزا لدينا. هنا كذلك يمكنك إضافة الإديكيشن الخاص بك، يعني التعليم الخاص بك، وكذلك لسيرتيفيكا الحاصل عليها، لدبلوم الحاصل عليها كذلك، كنوع من تقويل البروفيل الخاص بك. إخواني أخواتي، قد انتهى درسنا اليوم بالنسبة لإنشاء بروفيل احترافي. في الدرس القادم إن شاء الله سوف نتطرق إلى طريقة إنشاء أول جيج لدينا أو أول خدمة. سوف أريكم موقع رائع جدا جدا، الموقع صراحة الموقع الذي يشتغل به أغلبية المتواجدون على فايفر. هو موقع مجاني، يعطيك التومبليت الخاصة بديزاين. كما تلاحظ هنا لدينا هنا توب ريد لأحسن ديزاينر. هنا سوف أعطيكم ذلك الموقع، يعني موقع تحفة، يمكنك استخراج جميع البلاتفورم وكذلك الديزاينر، اللوجو انيميشن، وكذلك الانترو فيديو انيميشن، انترو لوجو انيميشن، لوجو ديزاين، كل شيء يمكنك استخراجه وتعديل عليه. أريكم طريقة العمل في الافتر افكت وطريقة العمل عليها. اخواني اخواتي، اتمنى ان يكون الفيديو قد نال اعجابكم. لم اطل عليكم، لن تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على جرس وتعليقاتكم التي تحفزنا. اخواني اخواتي، استودعكم في الله، الى الفيديو القادم ان شاء الله.